السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج هل تستحق الشراء. ولعبتنا اليوم اسمها وايت هيفن، لعبة مرعبة في نوفمبر، جديد ألعاب المرعبة وأنا أحب الألعاب المرعبة، فخلينا نشوف مع بعض. دائما يحط لك صوت المطر إنه مرعب، ما يدروا إننا نحن نحب صوت المطر. طيب، واحدة اسمها ريتشل تقول إنها عايشة في الوايت هيفن أورفنج، ملجأ اسمه وايت هيفن. من يومين صاحبتها كلير اختفت، اظن مسكوها، حاولت تهرب ومسكوها ومن بعدها ما شافتها. فهي قالت والله انا اخذت المفتاح حق الغرفة من الريسبشن، سرقته شكلها وتبى تخرج، تبى تهرب. نشوف ريتشل هذه ايش حكايتها في الملجأ. طيب، طيب لازم احطوا لك اصوات كذا بشويش. اخذنا هذا كشاف، شكلها صاحبتها كانت فوق، هي تحت هنا طفله هي صغيره. فتحت الباب وقالت تبي تهرب يعني. وايش الدنيا ظلام هنا، فك الكشاف. طيب شكله ما يبغون يمشي من هنا. شوف الطريق من هنا، شوفوا قديش صغيره، حتى الدولاب ما يجي على طولها. ما نعرف ايش قاعد يسوي لهم في الملجأ هذه، ما يبغوا يعيشوا فيه. ايش فكتك الشاف هنا، ايش دخلك في هذا المكان؟ بو، ايش هذا اللي بيخوفونا يعني؟ مقفل، يقولك يبغى كهرباء. واو، ايش هذا؟ مين هذا؟ خلينا نروح ورا اشوف. مقفل الباب. مين هذه؟ واحدة بنت صغيرتك. ايش في هنا؟ خيشة، في حد يمشي. هنا سلم خشب. ايش هذا؟ اوه، ايش هذا؟ بترول. طيب الباب هذاك مقفل وهذا مفتوح، غلقنا منه. نجرب هذا الباب ايش فيه. ايش هذا؟ هذا خزان. عبي في بترول شكله. طيب، في زر نضغط شيء. اوه، هذا مولد، مولد احتياطي، ولع الكهرباء. المفروض الباب هذا انفتح. في احد فاتح باب؟ يعني الجرافيكس ما هو مرة. نشوف بس، نعطي فرصة. كرسي طالب. تقول لازم ادور شيء يخليني اوصل للنافذة. تطلع فوق، شكلها تبي تهرب من فوق. كراتين. تقول ثقيلة ما تقدر تحركها. بنت صغيرة، شوف حتى طولها بطول المكتب. ايه صح، هناك في سلم، في سلم. شفنا سلم ورا.
يلا نهرب نهرب انت. ايش هذا؟ ايش هذا؟ اهرب يا بنت اهرب. في احد فتح باب؟ اهرب اهرب يا رب. حط السلم. يلا اطلع يلا يلا. فجعوني الله يفجع ابليسهم. ايش هذا؟ مسكوها؟ مسكينة. ايش سووا بها؟ هذيك كلها مقدمة يعني للعبة. My name is Rose Davies. هذه واحدة ثانية. I used to work as a teacher at Whitehaven Orphanage. I feel like it's been a long time since then. I can barely remember what the place was like. Lately, I've been having dreams that evoke the orphanage. Headaches, anxiety. My therapist, Dr. Tramis, has recommended that I visit the place. He says it might help me sort out my thoughts. Everything seems like a dream to me. Every day, every second. I feel like I'm lost in fog. طيب هذه واحدة اسمها روز، ما هي نفس البنت الصغيرة. هذه كانت معلمة في الملجأ، وقال وكانت تجيها أحلام عن الملجأ وصداع وألم، فقال لها الدكتور النفسي لازم ترجع ليش للملجأ، يمكن تنحل مشاكلك. فهي مسكينة رجع للملجأ، فتبي ترجع للملجأ ويشوف، وما تدري إنه البنت الصغيرة هذه انخطفت، اللي إيش حكايتها يمكن ربطوها مع بعض. طيب جرافيكس يعني ما هي مرة توب، مشي حالك، بس ما هي مرة توب يعني. كان ممكن يصير أحسن من كذا. هذا الملجأ. This place had its charm. نقفل الباب، ندور على طريقة ندخل فيها. مفتوح من هنا. يا سلام. نقفل برضو الباب. هنا ما في، في الوسط في باب. قفلت كثير. أكيد في مدخل من هنا ولا من هنا. كتب كتب كتب. إيش هذا؟ المفتاح. كتب. مفتاح الملجأ جبناه. دخلنا ليه دخلتي؟ دخلتي برجليكي، ما حد قال لك لا تخشي. تقدر تخرجي دائما. انا فاهم مرعبة. اشوف اقدر ما اقدر اخرج. يا حلاوة. خلاص انعزقنا انعزقنا. طيب نروح على الريسبشن. The lights are on. Is anybody here? تقول اللمبات مفتوحة، يعني في احد هنا موجود. هي تحسب الملجأ صار مهجور ولا ايش؟ يقول لك الملجأ انه ما هو مربحي وانه من عام. طيب هذه معلومات. طيب اوه مقفلين هنا بالحديد، شكله في شيء جوا هنا مهم. مقفلينه بالحديد. مش هذا؟ ما اقدر افتح الباب هذا. مكتوب الميديكال روم. مقفل. يقول ايه؟ I think I could open it by passing something. يعني ممكن هنا ينفتح لما تحط شيء جوا. طب هذا ايش؟ storage room.
غرفة المخزن. Let's look. يعني غرفة الطبيب يقول ممكن تنفتح إذا حطينا شيء بين الباب. طيب وإيش هذا؟ يعني اللوحة قهرتها اللوحة هذه. هذا غرفة الاجتماعات. يا سلام ما في شيء خوف. صوت ساعة. طيب هذا العامل اللي ينظف ضيع المفتاح. قال انا شفت ان واحد من الاطفال اخذوا المفتاح في الحمام. نروح ندور عليهم في الحمام. طيب مقفل الدنيا هنا. قال مفتاح الستورج روم عند كان عند الاطفال سرقوه. حمام. هذا حمام البنات مقفل. حمام الاولاد مفتوح. مين فيه؟ في احد هنا؟ في احد فتح الباب؟ ايه في احد جوا. اطلع. لا تخاف لا تخاف. ما في احد. خلنا مفتاح. ايش الغرفة هذه؟ كلاس روم. هذا فصل. I remember this classroom. I used to work here. كانت تشتغل هنا. هنا كانت تدرس. ايش هذا؟ ما راضي. طيب خلينا نروح للستورج. جبنا المفتاح. طيب ايش المخزن هذا كله خرابات اكل ومخدات. يا سلام. هذا نفتح فيه. عرفت. Crowbar is stained. It looks like dried blood. شكله واحد قتل احد بالبار هذا. هنا ايش عندكم؟ هنا ايش في هنا؟ شفنا الورقة. ايش في هنا؟ اخذنا مفتاح الفصل. ايش هذا؟ من هذا؟ من انت؟ من انت؟ ايش هذا؟ من هذه؟ واحدة طويلة تبكي. اقول لك قال لك مفتاح الفصل. طيب انا ما شايف شيء في الفصل هنا. فجعني الله يا ابني. بلا قرف. فصل كراتين. كراتين هذه الأصحاب إيش المكتبة الكبير. أوه أخذنا مشرط. فتحنا حقة أشعة. ورقة أشعة شكله يمكن غرفة الدكتور نشوف فيها الأشعة.
طيب وش في هنا؟ الباب هذا مقفلين الباب هذا هناك زي كذا. ايوه لحظة شوف غرفة الدكتور، ما بس يبغالنا شيء نفتح فيه. نفس الأشعة هي اللي تفتح؟ يا الله ايش الحركة حقت الأشعة قد كذا قوية ايه؟ ايش في هنا؟ يقول لك واحد هنري عمره 12 سنة ما هو متعاون. قال انه طاح وهو اصلا ما الضربة شكلها ما هي من طيحة، شكلهم هذولا في احد بيعورهم ويقول ما هم راضين يعترفوا مين اللي قاعد يعاذيهم الاطفال. I remember the screams, the bruises. God, those poor children. We did all of this. إيش سويتي؟ I deserve all of this. It's my fault. إيش سوت؟ مكتوب إنه الأطفال في التقرير إنهم عندهم جروح بس ما يتكلموا. يقولوا طاحوا. ما شفنا هنا ايش. اوليفان ليزا جينيفر اليزابيث ما تنفتح بس اسامي اليزا ريتشر كلير. هذول ريتشر بنت اللي انخطفت اللي لعبنا فيها. هذا المقفل جدار. طيب البيت كذا غلقناه. هذا على الميتنج روم، يمكن في شيء في الميتنج روم. في شيء هذا ما تنفتح. اعترفت ان هي كانت السبب. ايش سوت في الاطفال هذه؟ انا ماني عارف. الملجا يعني خلاص صغير هو مو كبير. ايش في طيب ايش في مكان ما رحناه؟ ايش هذا؟ طباشير. This is the key to our room. فين الروم؟ الغرف فوق.
غرفة 201 مقفلة. 202 مفتوح. ايش هذا؟ 203 مقفلة. 204 مقفلة. 205 مفتوح. مقفول. 207 هذه غرفة كلير. لما كنا نلعب كنا هنا وجات خرجت من كانت الدنيا مطفية هنا وخرجت من هذا الباب. هذا الباب مقفل. ريتشل وكلير وريتشل تحت هنا. ايش هذا؟ في شيء ناقص. انا حاسس انه له علاقة بالدواليب هذه. 201 ريتشل وكلير عارفينها. هي 200 ما تنفك يعني بس تدينا اسامي. ايش هذا؟ ليه لا ماي نيم از هانا. هذه واحدة اسمها هانا and this رسمة صاحباتها اليسا واوليفا. The three of us يا قاعدين في الملجأ. هذول الثلاثة في الملجأ. طيب ايش قصتكم؟ اليسا تحب الحيوانات وتبغى تصير بيولوجيست لما تكبر. اوليفا تحب الموسيقى. And she say her birth was a musician too. وهي تحب تقرأ. هانا. نروح الحين لأوليفا وإلايزا وهانا. أوليفا 207 أوليفيا وليزا. لا بس هي أوليفيا صاحبتها جينيفر وإليزابيث ما نصلح فيهم. هانا هذه غرفتها 205. هذه كم غرفتها؟ 207. وقالت هي مين؟ إليزا إميلي. إليزا 202. إليزا وإيفا. راتشل هذا 201. خلينا نروح نشوف غرفهم الحين. 201 لا مو 202. 202 قالت تحب انها تصير اليزا تبغى تصير حيوانات. طيب و 203 لا 204 صاحبتها لا 205 تبغى تصير مغنية اظن اذا ماني فاكر. طيب لا هذه ما هي غرفة كثير. هذه غرفة طب تبغى تصير تكتب كتاب او هذه تبغى الموسيقى وهذه تبغى الكتاب. صح. ايش في؟ لا تفجعوني الله يفجع ابليسكم. ايش صار؟ فتحت الكشاف. مرة البنت هذه قوية المعلمة. يا خوفوني طاحت اللوحة. بننزل تحت. مين فتح الباب؟ انا ضعت. انا ضعت.
هذا اللي جينا منه غرفة. ليه قاعد أمشي في متاهة أنا؟ إيش في؟ إيش في؟ ليه طفوا كذا في وجهي؟ فكوا اللمة. تتوهم هذي ولا ايش؟ ايش الباب يبعد؟ يمكن لازم افتح الباب هذا زي كذا. ياهو، طيب يعني اجيب ظهري؟ نفعت ايه؟ ما انفتح. مقفل. فين اروح طيب؟ يا الله. ايش صار؟ اغمى عليه ولا ايه؟ هذا مقفل. اهربي. ايوه الملجأ وقفلوه. اوه اظن بعد البنت اللي انخطفت في الاخير قفلوا الملجأ، حصلوا انه الاطفال الملجأ بيأبسي تعاملهم وسولهم ابيوز ف قفل الملجأ. ايش فيه؟ الصوت جاي من هنا. ما في شيء نشوف. ايش هذا؟ لمبات. يقول لك تذكر القمر في النص، في قابل القمر تذكر. ايش يقول؟ ايش هذا؟ انا ادور حول نفسي. القمر تذكر. ايوه تذكر القمر في السنتر في الزمون. طيب لازم يكون القمر في السنتر. قاعد ادور حول نفسي انا ترى، لكن اللوحات بتختلف. لحظة خلينا نشوف، هنا غرفة هنا غرفة صارت. ايوة تقابل القمر يقول لك. طيب قابلت القمر؟ ما اعرف. خلينا نشوف الغرفة اللي بعدها. ايش الحكاية القمر هذا؟ تتغير اللوحات. القمر قابل، لازم القمر يكون في الوسط، يكون هنا قزم شيء. هنا القمر، هنا القمر. بيجننوني بيجننوني. قمر في النص. طيب لو رجعنا ورا، قمر فين في النص؟ طيب لو رجعنا دحين كذا هناك بدون ما نخش،
قبل أنا أشوف إيش هو. أنا فين رحت؟ في أحد يفتح الباب؟ إيش هذا؟ إيش فيه؟ ما أعرف أخرج ولا أعرف أجيله. إيش هذا؟ إيش بيصير؟ أنا ما شايف شيء. هو بيسوي لودينج ولا إيه؟ انتوا هنا موجودين؟ هذا من اللعبة ولا لا طول؟ اظن وقع ايش اللي هذول من جديد من ورا هنا؟ ايش المشكلة كتو؟ شكله أول ما حفظ. طيب نعيد. الجيم ضرب وخرجني. ما نقدر نفتح هذا على طول. لا لازم نفتح الباب اللي هنا. بعدين جينا فتحنا الباب اللي هنا. طيب. بعدين مشينا. الجيم علق، ما نعرف ليه علق فجأة. شيل الغرفة هذه اللي تدور حوالين نفسها. طيب ويقول لك القمر لازم في الوسط. نمشي شو نسوي؟ أنا ماني فاهم عليهم بالضبط، بس شكله لازم يكون في وسط الغرفة. هنا القمر، شوف رجعنا كذا بعدين. مو هنا. ماني عارف كيف سوينا حركة، ماني فاهمه صراحة. ايوه قمرين هنا. ايوه هنا، بعدين علق معايا هنا. في احد كان بيفتح الباب؟ بعدين جيت هنا. ايه ما انا خايف منك، ما انا خايف منك. ايش يعني؟ ايش بتسوي؟ طيب علق اول عندنا هنا، بيعلق كمان برضه هنا ولا ايش؟ الجيم ولا هو المفروض اني ظلام؟ وانا احسب وعلق هو ظلام، ما طلع اني علق. يا الله عليكم، يا الله انا حسبت الجيم اول علق، طلع ما علق. فين انا؟ ايش اللعبة العجيبة؟ شوف كنت احسب اعلق الجيم، طلع حطوني في الظلام. ما حركة ما هي حلوة. ايش فيه؟
The sewer. تتذكر المجاري؟ خلاص يعورها وتتذكر المجاري. دخلت المجاري. يعني ايش بتمشي بش بايش لعبة يعني مو مرة احسها، حتى الفجعات اللي فيها مو مرة فجعات قوية، الجرافيكس بالهم يهتموا فيها اكثر من كذا. سويت انا دخلت الغرفة فكيت اللمبة. طيب اشوف يمكن في شي فيه. اوه اخذنا خشبة، شكلنا حنحطه عشان نمشي للطريقة الثانية. ايش الورق الطايح هذا؟ هذا خطها، هذه شكلها الدائري حقتها. My name is Rose Davies and I work as a teacher at Whitehaven Orphanage. عارفين. I'm new here. I've only been working at the orphanage for a couple of months. However, it didn't take me long to realize that something was wrong. When I started, I was warned that these children might be troubled or need special treatment because of the things they had experienced. I'd worked with other children of all types before, and knew that the problem these children had was not in their past. My students brought marks and bruises practically every day. They were apathetic and reacted with fear to anything. One day I went to see Dr. Tramis, the doctor in charge of children's health here at Whitehaven. Shortly after speaking with him, my suspicions were confirmed. The children were being abused by the orphanage staff. Dr. Tramis would not name names and said it was best for everyone to keep it all quiet. I couldn't leave things like that. I couldn't. One night, I took the medical files from the infirmary to blow the lid off all this. The watchman must have heard me, and as soon as he saw me with the files, I ran. I left the orphanage and ran. I ran as fast as I could. The watchman was behind me. I couldn't stop to look at him, but I could hear his screams. I ran through the forest to try to lose him, but suddenly, I felt a blow on my head and fell to the ground. It never hurt so much. I remember the trees pouring red as the blood poured down my face. The taste of iron being dragged through the forest as the branches of the pine trees dug into my legs. A red moon. تقول انها هي انت تلعب بشخصية، احنا قاعدين نلعب بشخصية ميتة مقتولة.
هي عرفت انه الملجأ بيعذبوا الاطفال، راح سرقت ملفاته وتبي تروح تنشرها، لكن جاها واحد وضربها على راسها وشدها ورماها في المجاري وهي ميتة في المجاري، وانت تلعب بالشبح حقها. ايش هذا، غلقت اللعبة؟ يمكن هذه لسه عديم وتنزل اللعبة بعدين، ما ادري. بس اللعبة لا تستحق الشراء بصراحة بهذا السعر، 21 ريال يعني عشان ألعب ديمو ولا ايه، ماني عارف. فبس وهنوقفكم بحلقة، مع السلامة.